قاعدون هنا، دائمون هنا، خالدون هنا، ولنا هدف واحد واحد واحد، أن نكون وسنكون. في مدينة صفد القابعة على قمم عدد من الجبال شمال فلسطين، ولد الرئيس محمود عباس لأب يعمل بالتجارة. في صفد عاش طفولته مع والديه وأشقائه الستة. عام 48 وما أن سقطت قرية عين الزيتون المجاورة بيد عصابات الهاغانا، حتى بدأ أهالي صفد يبعدون الأطفال والنساء حتى لا يتعرضوا للتنكيل والذبح، فقرر والد محمود عباس إبعاده بمعية أطفاله الثلاثة، فيما بقي شقيقاه الكبيران يحملان السلاح، ورفضت والدته مفارقة شقيقيه ووالده. خرج الناس على دفعتين، دفعة الشباب الأطفال الصغار والنساء خرجوا، وخرجنا في ذلك الوقت من الجهة الشرقية نحو مدينة شمال بحيرة طبرية، منطقة اسمها الشريعة، مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية، إلى البطيحة، أنا وأخوتي الأصغر وزوجة أخي وأولاد أخي، والباقي طبعاً أخوتي اثنين كانوا ضلوا هناك لأنه حاملين سلاح. بعد أسبوع أسبوعين سقطت البلد والتحقوا بنا وانتهت القصة. الغريب أنه البلد لم يبقى فيها أحد، يعني لم يبقى ناس يقول لك أنا بدي أعود، بقي فقط يمكن 20 رجل كبار في السن ونساء، إما إنهم ملونش حدا أو إنه عزت عليهم يخرجوا. فاليهود بعد شهر تقريبا سحبوهم كلهم من البلد ونقلوهم إلى قرية المطلة على الحدود اللبنانية ورموهم هناك ولحقوا والتحقوا بأحد. وصل الطفل محمود عباس وأشقاؤه وبمساعدة البدو إلى الحدود الفلسطينية السورية، ثم تحول بهم المسير إلى مدينة إربد الأردنية، حيث استضافهم أقرباؤهم شهراً إلى أن التأم شمل العائلة وعادوا إلى سوريا. كيف مرينا ساعتها، كيف قطعنا النهر، كان النهر عالي، إجا واحد بحصان مع حصان ركبنا عليه، عبرنا واحد واحد بصعوبة بالغة لأنه النهر عالي، يعني يمكن أعلى من نصف الحصان وقوي عند المصب. فالحمد لله يعني هذا اللي صار، وخرجنا إلى دمشق ومنها إلى الأردن، وسكننا في الأردن في إربد حوالي شهر عند أحد أقاربنا، ثم عدنا إلى دمشق وبدأنا رحلة اللجوء الصعبة. هنا بدأت رحلة العذاب والمعاناة، وبدأ الطفل محمود عباس بالعمل في نقل البلاط والرمل وهو يراقب أبناء جيله يتوجهون إلى المدارس، ما ترك أثرا كبيرا في نفسه. ثم تنقل للعمل من مكان إلى آخر، عمل فراشا في مكتب، ثم مراسلا، ثم نادلا في مطعم، إلى أن قرر تحدي الظروف والتوجه إلى الدراسة والتحق بإحدى المدارس. عام 51 وبعد أن حصل على الشهادة الإعدادية عمل مدرسا في قرية قرب دمشق. وفي عام 53 حصل على الثانوية العامة في الفرع العلمي، وكانت دراسته منزلية مع قناعته في ذلك الوقت أن العلم هو السلاح الوحيد الذي يمتلكه الشعب الفلسطيني. كان همنا الأساسي والأول كيف نأكل العيش، لأنه كلنا لاجئين. الشخصية الوطنية الفلسطينية ما فيش، مش موجودة، يعني لا يوجد رأس فلسطيني، لا يوجد تمثيل فلسطيني، لا يوجد شيء. كان ممثلنا هو ما يسمى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث، هذا الذي كان يمثل الشعب الفلسطيني.
والحقيقة يبدو أنه كان مقصود أنه الشعب الفلسطيني يكون هائماً على وجهه يبحث عن لقمة العيش وأن لا يتحدث بقضايا السياسة. ولذلك في الفترة هذه كلها الخمسينات وأوائل الستينات حتى تأسيس منظمة التحرير كانت قضية فلسطين قضية لاجئين. بعد الثانوية بدأ الشاب محمود عباس التفكير في العمل الوطني والعودة إلى فلسطين، وخرج بقناعة أن كافة الأحزاب العربية في ذلك الوقت غير مفيدة، وأن العمل يجب أن يكون فلسطينياً محضاً. فأسس مع أصدقائه أول مجموعة سرية عام 1954، ورفعوا مطلب السماح للفلسطينيين بدخول الكليات العسكرية. كنا عاملين مجموعة خليني أقول معظمهم من طلاب الجامعة، هذا في 54 وهذه المجموعة كان لها هدف واحد، أنه كيف يعني إذا أردنا أن نعمل من أجل فلسطين فلا نستطيع أن نعمل إلا من خلال أن نكون مدربين، وحتى نكون مدربين يجب أن نكون أن ندخل الكليات العسكرية السورية، ويجب أن ينطبق علينا التجنيد الإجباري، هذا إحنا اللي كنا نسعى له. اللي حصل كنا نحاول أن نتصل بكل زعماء سوريا تحت هذا الشعار، ليش أنتم ما بتخلونا ندخل في الكليات العسكرية؟ ليش ما بتجندونا؟ طب ما أنتم بتقولوا فلسطين، طب هاي فلسطين، إحنا أولاد فلسطين، أولى أن نموت من أجل بلدنا. وبقينا نرفع هذا الشعار فقط شعار واحد إلى عام 56. في عام 56 سمحت الحكومة السورية للفلسطينيين أن يدخلوا الكليات العسكرية الحربية والبحرية والطيران. نهاية عام 54 انتسب لكلية الحقوق، وبعد 3 سنوات حصل الطالب محمود عباس على عقد عمل للتعليم في قطر، وسافر إلى هناك والتقى الشهيدين كمال عدوان وأبو يوسف النجار وسليمان الشرفاء، وبدأوا تنظيما جديدا استمرارا لتنظيم دمشق. خاصة أنا شو بدنا نحن؟ بدنا تنظيم فلسطيني قح لا يتأثر بأي دولة عربية ولا بأي حزب عربي ولا بأي مخابرات عربية، لأن المخابرات كانت تحاول أن تستقطب بعض العناصر الفلسطينية ليشتغلوا إلهم إما داخل إسرائيل أو جواسيس بين فلسطين. فلذلك هذه الأشياء بدنا نبعد عنها تماما ونشتغل لحالنا، ليش صعب؟ صعب كثير. وهدفنا هو العمل العسكري من أجل فلسطين. وباشر أبو مازن وتنظيم الدوحة بالاتصال بالتنظيمات الأخرى في البلدان العربية لا سيما في الكويت، فانضم الجميع للعمل في تنظيم فتح بالكويت، وبدأ العمل الجاد بالتحضير لانطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة. وكان عنا من مختلف الاتجاهات، يعني في كتير ناس من الشباب الفلسطيني اللي دخل حزب البعث وبعدين ما عجبه، دخل حركة القوميين وما عجبها، دخل الإخوان المسلمين وما عجبه، فالتفت لوجد هذه الحركة فكانت ضالته. إذا ممنوع تكون مرتبط بحزب وبنفس الوقت ولا دولة طبعا ولا غيرها، وبنفس الوقت ندعو للكفاح المسلم. فمن هون بدينا نمشي خطوة خطوة ونحاول أن نجهز أنفسنا من تقريبا 60، هذه هو التاريخ اللي احنا شفنا أول مرة إخواننا التحقنا معهم، إلى سنة 64. في صيف عام 64 وعندما تم تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، جلس محمود عباس ورفاقه كقيادة لحركة فتح باحثين إمكانية انطلاقة الثورة، فدب الانقسام في المواقف بين مجموعة تدعو لتأجيل انطلاقة الثورة وأخرى تدعو للانطلاق فورا، وبقي صوت محمود عباس ينتظره الطرفان ليرجح كفة على الأخرى. أدلى بصوته فكان القرار الانطلاقة. فإخواننا بعضهم يقول لك يا أخي أنا لا أقبل إلا أن يكون لدي كامل الاستعداد، البعض الآخر يقول لك لا نبدأ ونتابع.
نبدا ونستكمل. يعني اليوم نطلق رصاصه، بعد بكره نطلق رصاصه، بعد شهر نطلق رصاصه، بس اضل استعد حتى يصير عندي كامل استعداد؟ هذا مستحيل، لانه بالاخير حيكشف التنظيم. اشتريت سلاح، اشتريت ذخيره، اشتريت مش عارف ايش، ويضبوكم مره واحده. خلينا نبدا وننطلق. الرايين كانوا يسموه راي المجانين وراي العقال، وصوتي كان صوت الخامس اللي رجح القصة. واستمر العمل بعد أن تم تكليف ياسر عرفات بالإعداد والانطلاق، إلى أن انطلقت أكبر ثورة فلسطينية في التاريخ المعاصر في تاريخ 1 من كانون 2 يناير عام 1965. وفي عام 69 استقال المناضل محمود عباس من عمله في قطر، والتحق برفاقه في عمان، وتولى مهمة التعبئة والتنظيم، ثم انتقل بعد أحداث أيلول المؤسفة إلى دمشق، ومكث فيها ليكرس كثيرا من وقته في دراسة المجتمع الإسرائيلي، فأصدر عدة كتب منها الصهيونية بداية ونهاية، وكتاب إسرائيل قنطرة الشر الأمريكية. عملك النضالي مصحوبا بعمل فكري سياسي، تقدر تعرف اللي عم بتحاربه أو بتتعامل معه يا أخي. عام 1980 اختارته اللجنة المركزية لحركة فتح ليكون عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رغم رفضه لذلك. وقبيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 دافع أبو مازن عن رسالة الدكتوراه في معهد الاستشراق في موسكو، وكان موضوع الرسالة العلاقات السرية بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية. هي فهم تركيبة المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي حقيقة ما كانش عنا، يعني اللي يمكن تلاقي في مراكز أبحاث المتخصصة ربما تجد من يعرف، إنما عند السياسيين ما حد عارف. ولذلك أنا قلت البندقية يجب أن تكون مسيسة. يعني أنت عم بتقاتل من؟ من هو هذا الذي يجلس خلف الجدار وتقاتله؟ هل هو أسد؟ هل هو نمر؟ هل هو ضبع؟ هل هو ثعبان؟ طب إذن حتى تعرفه لازم تعرف عليه، لازم تفهمه. وبعد معركة بيروت انتقل أبو مازن والقيادة الفلسطينية إلى تونس، وكان اختيار تونس فكرة أبو مازن. وهناك تبنى المبادرة الفلسطينية للسلام التي وافق عليها المجلس الوطني الفلسطيني. عدنا إلى الوطن من تونس، يعني من آخر الدنيا، فنختلف تماماً عن أي حركة تحرر وطني. كل حركات في الجزائر في فيتنام كان يقاتل على أرضه، قاعد في بيته بقاتل، لكن احنا مقاتل من آخر الدنيا. يعني عدنا من 83 لرجعنا إلى الوطن 11-12 سنة بعد عن الوطن آلاف الأميال. جماعتنا نجنوا، شو رايحين نسوي في تونس؟ هنا بلد الصدام، بلد التماس، بلد خطوط التماس. فإحنا لا إحنا بهمنا تكون إرادتنا شوي حرة، فخلينا بعاد أحسن. وقدرنا ننفذ، عملنا عمل عسكري من هذيك البلاد، وعملنا عمل سياسي ونجحنا. وبعد مبادرة الرئيس الأمريكي جورج بوش عام 91 طالب أبو مازن بالمشاركة في عملية السلام، وقاد لجنة لعقد اتفاق مع الأردن من أجل التمثيل الفلسطيني في مؤتمر السلام، ثم تولى لجنة المتابعة للمفاوضات في واشنطن. وفي هذه الأثناء تابع قناة تفاوض أوسلو، ثم وقع على الاتفاق التاريخي في واشنطن. كنا وفد أردني فلسطيني مشترك، وفاوضنا إذا كنت تذكر في المفاوضات في الولايات في أمريكا في واشنطن. استمرت المفاوضات فترة من الزمن، ثم جاءت ما نسميه مفاوضات الكوريدور التي ساعدنا فيها الأردنيون على
فصل المسار الفلسطيني عن المسار الأردني، وفعلا حققنا أول هدف أنه صار في وفد فلسطيني مستقل. ثانيا دخل فيصل الحسيني وأصبحت القدس ممثلة بعد أن كان فقط من الداخل من الضفة الغربية وغزة، لأن الإسرائيليين كانوا يتحسسون جدا أنه كيف تدخل القدس. دخلت القدس، ثم شيئا فشيئا عندما أصبح الوفد الفلسطيني مستقلا أصبحت هناك منظمة تحرير وقبلت. يعني إنجازات مؤتمر مدريد أو إنجازات الدعوة إلى مدريد تحققت بأننا دخلنا ولم نرفض من البداية. وأحب أن أقول مع الأسف الشديد أنه الدول العربية قبلت الذهاب إلى مدريد ونحن لم يوجه لنا أي دعوة. يعني حتى قبل أن نقول أنه نريد أن نذهب بهذه الشروط أو لا نريد، كانت هناك الموافقات العربية موجودة ومستعدون كانوا أن يذهبوا. وبعضهم قال من يأتي إلى هذا الكرسي، نحن لسنا يعني لسنا معنيين، فليملأه من يملأه، نحن ذاهبون. فكانت الحكمة في ذلك الوقت أنه هذه الشروط الثلاثة لا لتمثيل المنظمة، لا لوفد مستقل، لا لتمثيل القدس قبلناها، ولكن بالنتيجة أزيلت هذه الشروط وأصبحت المفاوضات وفد فلسطيني مع وفد إسرائيلي، وفد أردني مع وفد إسرائيلي. صحيح أن المفاوضات لم تثمر، مفاوضات مدريد واشنطن لم تثمر شيئا، ولكن جاءت في ذلك الوقت أوسلو متسللة عبر الظلام لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات الموازية بين واشنطن وبين أوسلو. بعد عودة القيادة إلى فلسطين، تولى الرئيس محمود عباس رئاسة لجنة الانتخابات المركزية التي أشرفت على أول انتخابات فلسطينية شهد العالم أجمع على نزاهتها. تولى الرئيس محمود عباس رئاسة الوزراء عام 2003، ثم وبعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات تولى أبو مازن رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عام 2004، وانتخب رئيساً للسلطة الوطنية عام 2005، ثم انتخبه المجلس المركزي لمنظمة التحرير رئيساً لدولة فلسطين عام 2008. وفي عام 2009، ولأول مرة في تاريخها، عقدت حركة فتح مؤتمرها السادس على أرض الوطن، وحقق نجاحاً سجل لأبي مازن، وقد جدد المؤتمر شرعية الرئيس محمود عباس قائداً لكبرى الفصائل الفلسطينية. وبنشاط دبلوماسي قاده الرئيس عباس متحدياً كافة أشكال التهديد والضغوط والابتزاز، حققت فلسطين انتصارات متتالية في الأمم المتحدة ثبتتها على الخارطة السياسية الدولية. ففي عام 2011 قرر المؤتمر العام لليونسكو في باريس قبول فلسطين عضواً كامل العضوية. وفي عام 2012 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبول فلسطين عضواً في المنظمة الدولية، ما مكن فلسطين من الانضمام لمنظمات دولية عديدة مثل المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح فلسطين بعد إعلانها الاستقلال عام 88 الدولة العضو رقم 194 في الأمم المتحدة. فلسطين برئاسة محمود عباس اليوم دولة حقيقة لا حلم.